لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نستمتع معنا اليوم أعزائي المشاهدين بكرة القدم الدولية بين منتخبين كبيرين، حماس كبير، مشاعر وطنية عالية فوق أرضية الملعب. التشكيلة اللي راح يبدأ فيها المنتخب الروسي هذه المباراة، تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، فرصة لكرة عرضي، الحكم يعلن عن وجود خطأ. تبعد من مناطق الخطر، فرصة للعب كرة عرضية ممتازة، وكرة باتجاه المرمى، ضاعت الفرصة، مستحيلة هذه الكرة. شوف الدفاع، شوف اللقطة، شوف كيف سدد، حاول فيها تحت الضغط لكن افتقد للدقة، الكرة بتضيع والكرة بعيدة عن المرمى. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف، محمد صلاح أمام الوقت والمساحة للتسجيل الآن، ستعود الكرة من ضربة مرمى. انظروا إلى إعادة للفرصة التي مرت، مر نحو الأمام، هي تصل في وسط منطقة، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، الحكم يحتسب ضربة ركنية. يرفعها في عرضية سهلة تصل يد الحارس، الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 0-0. ندخل الآن في شوط المباراة الثاني بعد مباراة خالية من الفرص في الشوط الأول. نتمنى الشوط الثاني يكون أكثر متعة، أكثر فرجة، أكثر فرص، وأن تحضر الأهداف التي غابت. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة، تسديدة يا رب، تسويبة كانت بحاجة المزيد من الدقة والتركيز، يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن، ما زالت الكرة تشكل ولعب الشوت، والكرة يوقفها الحارس بسهولة. الحكم يشير إلى ضربة جزاء بدون تردد، ركلة جزاء، المدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذه اللحظات. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح. بالإعادة نرى بأن الحكم كان محقا في احتساب المخالفة، اللاعب تدخل على قدم خصمه بإعاقة غير مدروسة. عمليات الأحمام من جانب البدلاء، واضح المدرب يفكر في شراء بديل في هذا التوقيت. المرمى بتصدي ممتاز، الله على كرة في منتهى الروعة، بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام، بيلعب الكرة، ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة، الله على هذا.
هذا التصدي للكرة من هذه المسافة. يراقب الكرة لمحمد صلاح. يا محمد صلاح تصدي في منتهى الروعة. تألق كبير من حارس المرمى يحافظ على شباكه. الله على التصدي. ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. الحكم يحتسب مخالفة وركلة حرة. عبد المحمدي تراقب الكرة لمحمد صلاح. عرضية في وسط البوكس. كرة مقطوعة وبتتخلص إلى ضربة ركنية. ركنية تنفذ في منت الحارس وبصعوبة كبيرة جدا تمكن من لمس الكرة وتحويلها خارج المرمى. تنفذ الضربة ركنية باتجاه وسط 18. يتقدم فيها يقتر من مناطق الخصم. الآن رمضان صبحي عرضية في وسط 18. مستحيل. هدف في الدقائق الأخيرة. هدف يكون هدف التقدم الآن. هدف الفوز في هذه اللحظات. دقائق قليلة متبقية قد لا تكفي للعودة في المباراة. هدف رائع يكشف عن قدرة هذا الفريق في بناء الهجمات. شوف العرضية، شوف النهاية المثالية، شوف كرة القدم الهجومية، واضح أنهم تدربوا عليها بشكل جيد. عرضية بالمقاس، صعبة على الحراس، كرة راسية تحول الكرة إلى الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. حاب يشير الى الحكم الرابع لاضافه 3 دقائق. نقل الكره باتجاه الهجوم. ممكن تكون الفرصه الاخيره للتعادل. اوهو في توقيت مثالي. شوف التدخل. الله على قطع الكره. كان ممكن تشكل خطوره لو عدت. وينطلق بالكره الى الامام. يرسل الكره. سيئه اللقطه الماضيه. الظروف ما كانت مناسبة للتسديد. كان ممكن يشوف حلول ثانية. كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل.